ما هي الأحداث الهامة المتعلقة في استهداف السفن في باب المندب والخليج؟ لا تزال التوترات في مضيق باب المندب مستمرة بعد استهداف جماعة أنصار الله الحوثي سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر بطائرات مسيرة بحسب ما أعلن الحوثيون والجيش الأمريكي. إن قواتهم هاجمت سفينتين إسرائيليتين رفضتا الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمانية. يأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين على احتجاز الجماعة لسفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي. هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في باب المندب، وهو ممر ضيق بين اليمن وجيبوتي في أقصى جنوب البحر الأحمر، ويعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ يعبر خلاله ما يوازي خمس الاستهلاك العالمي،